ازيكم يا جماعة، وكل سنة طيبين ورمضان كريم عليكم. هكلمكم دلوقتي ان شاء الله في موضوع مهم جدا ويهم كل الناس اللي بتحب تذاكر international courses، موضوع ال certification و recertification. يعني دلوقتي انا عايز ابتدي امتحن واخد الشهادة الدولية، ابدأ منين؟ الشهادة دي بتقعد معايا قد ايه؟ الامتحان الواحد بيقعد معايا قد ايه؟ ازاي اقدر ان انا ارجع اجدد الشهادات بتاعتي؟ كل دي أسئلة هنحاول نرد عليها النهاردة، وهحاول أسأل الأسئلة اللي انتوا بتبقى دايرة في ذهنكم، والأسئلة اللي سألتها من ناس كتير قبل كده، عشان نغطي الموضوع ده كله وتقدر إن شاء الله تاخد الشهادة الدولية بتاعتك. تابعوني هقول لكم الكلام ده كله. بداية أنا هكلمكم عن شهادات سيسكو، ممكن أكلمكم شوية في شوية شهادات تانية أو حاجات اللي هي رولز أساسية، بس أنا دلوقتي بكلمكم على السيسكو سيرتيفيكيشن سيستم، لان انا سيسكو انستراكتور وسيسكو سيرتيفايد، فكلمكم في الحاجه اللي انا عندي بيها تفاصيل كتير. شوفوا يا جماعه، سيسكو مقسمه المواضيع بتاعتها حاجات كتيره جدا، وبتغير في الشهادات بتاعتها كل شويه، وبتغير في الامتحانات بتاعتها كل شويه. اول سؤال، طيب انا دلوقتي امتحنت سي سي ان اي، تمام، الامتحان بتاع سي سي ان اي بيديني قد ايه؟ قال لك الامتحان بتاع سي سي ان اي بيدي لك 3 سنين، يعني لازم تمتحن في خلال 3 سنين. انك بعد كده ساي انا المفروض كنت امتحن وما امتحنتش، وعدى مثلا كام شهر وما امتحنتش، بالطريقه دي الامتحان بتاعك هيبقى اكسبايرد ولازم تمتحن من اول وجديد، كان الامتحان اللي فات ده ما حصلش. فلازم تخلي بالك انك تمتحن قبل ميعاد الريسيرتيفيكيشن بتاعك ما يجي. اعرف الميعاد بتاعي منين؟ تعرف الامتحان المواعيد بتاعتك كلها، بتاعت الشهادات بتاعتك، وانت واخد شهادات ايه، وتفاصيلك وارقامك وشهاداتك وكل حاجة من التراكينج سيستم بتاع سيسكو. طيب اجيبه منين؟ امتحن ازاي؟ امتحن فين؟ دلوقتي بقى الحجز كله اونلاين. تحجز اونلاين منين؟ في ويب سايت اسمه pearsonvoe.com. الويب سايت ده انت بتدخل عليه وبتبتدي تقول له انت فين، وهو بيبتدي يطلع لك المراكز الامتحانات القريبه منك، وانت بتختار المركز اللي انت عايزه وبتحجز وبتدفع الفلوس بتاعتك بالفيزا وبتروح يوم الامتحان. يعني مثلا انا من مصر، من مدينه اسمها طنطا، فلما باجي امتحن مفيش امتحانات في طنطا، اقرب امتحانات ليا في المنصوره وفي الزقازيق وفي القاهره، فانا بامتحن في اي مكان يعجبني. لو انت موجود في اي حته في العالم نفس الكلام بالظبط، بيطلع لك المراكز اللي انت المفروض تمتحن فيها، وبتبتدي تختار المركز المعين اللي انت عايز تمتحن فيه والميعاد، وبتبتدي هو طبعا المركز بيبقى محدد. يعني مثلا انا بمتحن في المنصوره، ففي مركزين، في مركز فاتح لي مواعيد كتير، وفي مركز فاتح لي ايام معينه صغيره قوي، وفاتح لي ساعات معينه، مثلا يوم مش عارفه 3 الساعه 3 بس طول الاسبوع، انما المركز التاني فاتح لي الاسبوع كله وفاتح لي المواعيد كلها، فانا بختار اللي يريح، مش لازم يعني تختار حاجه معينه. طبعا انت المفروض بتروح قبل الامتحان بتاعك تقريبا بنص ساعه، عشان لازم تكون موجود هناك لانك بتتصور وبتمضي والكلام من ده. المهم انت بعد ما بتمتحن بتاخد ريبورت في ساعتها، في يوميها، سواء نجحت او لا قدر الله سقطت، تاخد الريبورت بيقول انك نجحت وجبت كام، وبيبقى في الريبورت ده في لينكات، من ضمن اللينكات التراكينج سيستم اللي انا بقول لكم عليه. تدخل على التراكينج سيستم ده، لو انت اول مره خالص، اول مره تمتحن خالص، بيبتدي يطلب منك انك تعمل اكونت، وبيبقى ليك يوزر نيم وباسورد، وبتبتدي تدخل باليوزر نيم والباسورد دول، وبتبتدي تظبط لو انت عايز شهاده تيجي بتطلبها، لو انت عايز شهاده تجيلك على الايميل بتجيلك، بتبتدي تشوف الامتحان اللي انت امتحنته، وبتشوف تاريخ الاكسبيريشن بتاع الامتحان ده. فدي ايه اول خطوه، يبقى انت كنت لسه ما امتحنش خالص وتمام امتحنت ونجحت، وبقى لك اكونت على التراكينج سيستم بتاع سيسكو، وبقيت تقدر تشوف الاكسبيريشن ديت بتاعك. لازم تمتحن زي ما اتفقنا قبل الاكسبيريشن ديت ما يجي. كل شهادات سيسكو بتديلك 3 سنين امتحانات، سوري، الامتحان الواحد مش الشهاده كامله، وده هنتكلم عنه بعد شويه. الامتحان الواحد بيدي لك 3 سنين، ما عدا امتحانات السي سي اي اي اللي هي الاكسبرت بتدي لك سنتين بس، مع ان دي اعلى شهاده خالص، بس هي بتدي لك الامتحان بتاعها بيدي لك سنتين بس وبعدين بيكسباير. معناها ايه اكسباير؟ معناها ان كل اللي انت امتحنته بقى لا وجود له، مش الامتحان ده بس. طيب نفهم بقى شويه موضوع الريسيرتيفيكيشن. انا معايا سي سي ان اي وعايز اريسيرتيفاي، يعني عايز اجدد شهادتي لان خلاص الثلاث سنين بتوعها هيجوا. عندي كتير اوبشنز. اول حاجه انا ممكن امتحن السي سي ان اي نفسها تاني وخلاص، يعني هي نفس السي سي ان اي اللي انا امتحنتها.
او ممكن امتحن اي سي سي ان اي تانية، يعني امتحن سي سي ان اي سيرفيس بروفايدر، امتحن سي سي ان اي سيكيورتي، اي سي سي ان اي تقدر تجدد لك السي سي ان اي الاساسيه بتاعتك، ده غير انك هتبقى معاك شهاده جديده. او الاوبشن الثالث انك ممكن تمتحن حاجه اعلى، يعني تمتحن حاجه بروفيشنال ليفل. هل لازم امتحن سي سي ان بي مثلا راوتينج اند سويتشنج عشان انا اصلا واخد سي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج؟ لا، انا ممكن ابقى واخد سي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج وامتحن اي امتحان في سي سي ان بي سيكيورتي مثلا، مش شرط خالص ان انا امتحن حاجه خاصه او امشي بترتيب معين. هل لازم امتحن كل السي سي ان بي عشان اري سيرتيفاي سي سي ان اي؟ لا طبعا، السي سي ان بي مثلا 3 امتحانات وانت عايز تجدد امتحان السي سي ان اي بتاعك، يكفي جدا انك تمتحن امتحان واحد بس في السي سي ان بي روت سويتش تي شوت، وبكده تبقى جددت السي سي ان اي ومعاك امتحان في السي سي ان بي مدتهم هما الاثنين مع بعض بقوا 3 سنين. طيب جه ال3 سنين عدوا، هل امتحن حاجه جديده؟ ممكن امتحن بقيت السي سي ان بي، امتحن كمان امتحان؟ ممكن جدا تمتحن كمان امتحان في السي سي ان بي، وممكن تمتحن اي امتحان بي. خلوا بالكو الشهاده عشان تحافظ عليها او الامتحان عشان تحافظ عليه لازم تكون ممتحن يا قده يا اكبر منه، يعني يا اما انا مثلا بقيت واخد مثلا سي سي ان اي وممتحن روت في السي سي ان بي، عشان احافظ على الاثنين دول لازم اكون ممتحن، يعني وانا بجدد امتحن حاجه يا اما بي يا اما اعلى من البي، انما الاي يحافظ على الاي، البي يحافظ على البي. ما ينفعش امتحن مثلا سي سي ان اي فويس مثلا سي او وات ايفر اسمها ايه، وبعدين تلاقي نفسك يجدد لك الروت، مش هيجدد لك الروت، هيجدد لك الان اي بس، انما الروت هيكسباير، لانك لازم تجدد اعلى منه او قده. كويس. سؤال برضو بيطرح ناس كتير قوي، هل مثلا انا كنت ممتحن سي سي ان اي النهارده اللي هي 225 وجه الامتحان ده غيروه، لان طبعا الامتحانات وارد جدا انها تتغير كل شويه. طيب الامتحان ده اتغير ما بقاش 225 وبعدين فات المده بتاعتي، اولا هل بمجرد ما الامتحان بيتغير الامتحان بتاعي انا بيبقى اكسبايرد؟ لا، امتحانك موجود وانت سيرتيفايد، لان الشهاده الاساسيه اللي هي سي سي ان اي معاك. طيب وانا بجدد هل معنى ان ال ان اي 225 عشان ما بقاش موجود وانا عايز اجدد بسي سي ان بي، هل معنى كده ان انا لازم امتحن سي سي ان اي تاني الجديده وبعدين امتحن سي سي ان بي اللي هي بتاعتي بقى؟ لا طبعا، انت بتمتحن السي سي ان اي بتاعتك وات ايفر كانت قديمه كانت جديده هي معاك، طالما الاكسبيريشن بيريود بتاعتها ما عدتش يبقى انت عادي جدا تمتحن السي سي ان بي جديده او قديم. كويس. طيب بالنسبة مثلا للسي سي ان بي وات ايفر انا امتحنت ايه، برضو امتحاناتها بتتغير. زي انا كنت ابتديت في شهادة معينة وبعدين بعد 3 سنين لقيت الشهادة دي اتغيرت، الامتحان اللي معايا ده ايه ظروفه؟ معاك الامتحان زي مثلا ايه امتحنت انت، كنت انا امتحنت مثلا اي اس اي في سي سي ان بي سيكيورتي وبعدين شهادة السي سي ان بي اتغيرت، فامتحان الاي اس اي ده ما بقاش موجود زي مثلا في الشهادة خالص، هعمل ايه؟ خلاص هو ما بقاش من ضمن الشهادة بس انت ممتحن اي اس اي. كويس كده، بس هترجع تبتدي الشهاده من الاول لان الشهاده اللي انت كنت عايز تكملها اصلا ما بقتش موجوده. وده بيخلينا نقول ان برضو مسموح لي ان انا امتحن الامتحانات مفرطه جدا وعلى مدة طويله جدا، بس بيخليني عرضه لان الامتحانات ممكن تتغير، وفي الحاله دي انا مش هقدر ان انا اري سيرتيفاي بشكل مظبوط. يعني انا كنت مظبط نفسي مثلا همتحن سي سي ان بي راوتينج اند سويتشنج وهي المفروض 3 امتحانات، فانا ظبطت نفسي همتحنهم على 9 سنين بقى، هدي نفسي 3 في 3 في 3. افرض وانا براحتي قوي كده جت السي سي ان بي اتغيرت وكنت انا امتحنت امتحانين، خلاص الامتحانين اللي معاك راحوا، مش راحوا هما معاك بس ممتحن روت فرط كده وممتحن سويتش. طب والتي شوت ما بقاش في حاجه اسمها كده اصلا، فتضطر تبدا من الاول. انما لو انت خدتهم ورا بعض خلاص بقى معاك السي سي ان بي بتاعتك تقدر تكمل وراها بقى. واخدين بالكم الدنيا ماشيه ازاي؟ اي ثينك يعني دي الاسئله اللي انتوا بتبقوا بتسالوها كتير جدا في موضوع السيرتيفيكيشن والريسيرتيفيكيشن. لو حد عنده اي سؤال غير دول يا ريت يسيب لي كومنت تحت الفيديو ده وانا هرد عليه باذن الله، ولو لقيت الاسئله كتيره قوي ممكن اعمل لكم فيديو تاني ارد فيه على اسئلتكم المختلفه في موضوع السيرتيفيكيشن والريسيرتيفيكيشن. يا ريت تعملوا لي لايك للبيج بتاعتي على الفيسبوك www.facebook.com/
ENG.هناز، وتعملوا لي جوين على الجروب بتاعتي على الفيسبوك برضو، ويا ريت يا ريت يا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل دي عشان يوصلكم مني كل جديد. لما بتعمل سبسكريبشن كل ما بحط فيديو بيطلع لك ان انا حطيت فيديو، لو طلعت لايف بيقول لك ان انا ناو لايف، فبتقدر تتابعني باذن الله. هتلاقوا على الشانل دلوقتي في الكورس كامل بتاع السي سي ان اي، هو لسه مش كامل بس اورجنايزد، يعني هو الكورس بالترتيب، فانا ماشيه فيه بالترتيب. فاللي هيتابع معايا من دلوقتي، انا نزلت 3 فيديوهات، فالثلاث فيديوهات دول مترتبين، يذاكر 1 2 3 ويتابع معايا 4 ان شاء الله 5 6، هيلاقي ان دول الكورس بالكامل لما يخلص ان شاء الله. وكمان هتلاقوني برفع في الكورس بالانجلش، يعني انا بتكلم انجليش اللي حابب ان هو يسمع الكورس بالانجليش ده، غير ان في فيديوهات بالحاجات اللي هي بتاعت ببساطه، لو لقيت حاجه معقده هرفعها لكم ان شاء الله بشكل بسيط. وفي برضو البروجرام اللي هو لكل الناس، ده ملوش علاقه بالاي تي خالص. شكرا ليكم وجود لك، تابعوني دايما. مهندسه شاهين ياسين.